وفي ملف الاستقرار الاجتماعي أيضا، شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على أن عودة النازحين إلى مناطقهم يجب أن تكون مرهونة بعدم تورطهم بدماء العراقيين. وجاء ذلك بكلمته في المؤتمر العشائري للصلح بين عشيرتي البوفدعوس والبوحشمة في ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين، مؤكدا ضرورة العمل على التسامح والتعاضد والوقوف صفا واحدا من أجل ترسيخ أمن واستقرار المحافظة وضمان عدم عودة الإرهاب من جديد. ويشار إلى أن المصالحة بين طرفي الخلاف من أبناء العمومة في يثرب مرت بمراحل عديدة للتهدئة ودفع الدية بسبب مجموعة منبوذة استغلت إرهاب داعش لإثارة نزاعات طائفية لم يتعود عليها أبناء يثرب، لكنها حفرت أخاديد من عدم الثقة يتم ردمها تباعا بجهود سياسية وأمنية وحكمة عشائرية استعادت يثرب بموجبها جانبا كبيرا من استقرارها المجتمعي. هلا وكل الهلا، وهلا يحشم بهلا، وهلا يا رجال، هاو نسالف زاد نسالف، ومن طب هذول نسالف زاد نسالف، من طب هذول نسالف. حضرنا اليوم نيابة عن السيد إسماعيل هلوم محافظ صلاح الدين لعقد الاجتماع الكبير التجمع العشائري الحاصل في قضاء الدجيل للمصالحة الوطنية بين في قبيلة تميم بين عشيرة الفدعوس وعشيرة البوحشمة، بحضور الشيخ هادي العامري وقيادات الحشد الشعبي وقائد عمليات سامراء وأيضا أعضاء مجلس نواب العراق الممثلين عن محافظة صلاح الدين ومحافظ ديالى وجمع كغفير من شيوخ وجهاء محافظة صلاح الدين من أجل حظر المصالحة الوطنية الحاصلة بين العشيرتين. نحن نشد على أزر هذه المبادرة حقيقة، وهي مبادرة كبيرة وجيدة في سبيل إصلاح المجتمع وفي إرساء السلم المجتمعي والمصالحة الوطنية بين العشائر، ونحن بدورنا كحكومة محلية لمحافظة صلاح الدين داعمين لهذه الجهود، وأيضا في سبيل خدمة وتقديم الخدمات أمام أبناء محافظة صلاح الدين في جميع أقضيتها ونواحيها، ومع عودة النازحين والمهجرين وتقديم الخدمات لمختلف القصبات والقرى الموجودة في المحافظة. حقيقة احنا اليوم في عشيرة البوفدعوس لعقد صلح عشائري بين البوحشمة والبوفدعوس، حقيقة هذا ما تم إلا بجهود مضنية من قبل القطاعات اللي موجودة ضمن قاطع المسؤولية المتمثلة بقيادة عمليات سامراء. هذا الصلح العشائري إن شاء الله راح يسمح للعودة لكثير من النازحين. قيادة عمليات سامراء ماضية الحقيقة بالمساهمة بعودة جميع النازحين ضمن قاطع المسؤولية. حقيقة هو هذا مطلب وأمر من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعودة جميع النازحين إلى مناطق سكنها. القطاعات الأمنية مأمنة هذه المناطق، ولذلك موجودة بيئة آمنة لعودة جميع الأمن. تم تدقيق جميع النازحين اللي راح يرجعون إلى هذه المناطق تدقيق أمني، ما عدا اللي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. حضورنا هذا اليوم في عشيرة بني تميم الفدعوس وتحديدا في قضاء الدجيل من شيوخ ووجهاء وعامة القوم وحضور القيادات الأمنية وحضور شيوخ عشيرة بني تميم البوحشمة لإغلاق ملف المصالحة الوطنية بين هذه العشائر، واليوم انطوى صفحة جديدة وفتحت قناة 34 ويرجع كافة النازحين من أهلنا في السليمانية إلى مناطق سكنهم، وإن شاء الله الخلافات انتهت بين عشيرة بني تميم الفدعوس وبين بني تميم البوحشمة وبين العشائر المجاورة. لا مكان للطائفية، لا مكان للعنصرية، يد واحدة، عراق واحد. حقيقة بعد تحرير هذه المناطق من براثن داعش توجهنا بقضية إعادة النازحين وإحلال السلم المجتمعي بين العشائر، والحمد لله اليوم آخر صفحة تقريبا في جنوب محافظة صلاح الدين، لقد تم الصلح والتراضي تماما بين عشيرة البوفدعوس وعشيرة البوحشمة، والحمد لله كما ترون العلاقات طيبة والأمور ماشية بين العشيرتين. نحن في منطقة الفدعوس وعشيرة الفدعوس العشيرة المجاورة، اليوم هناك منطقة هي الـ 34 تكون آخر من عطف بعودة الأبرياء. هناك مقال الحاج هذا العامري: لا يكمل النصر إلا بعودة النازحين. شكرا للحاج أبو علي الساعد مهندس الإصلاح والأمان في هذه المناطق الذي سعى من أجل عودة الأبرياء لهذه المناطق. نحن كمكتب نائب الناسك مهدي غريب عباس عملنا منذ شهر من أجل هذا التجمع ومؤتمر السلام والأمان في هذه المناطق. نسأل الله التوفيق
عودة قريبة لقضية الساتر. نطالب حكومة صلاح الدين والحكومة المحلية في الدجيل توفير أبسط الخدمات عودة النازحين في هذه المناطق.